هلا متابعينا، شلونكم؟ شو اخباركم؟ طبعا طيوشة الطائرة وكسان نزلناها، صلى على محمد وآل محمد. نسينا يود فيديو، راح يكون ما يشترك في القناة خلي يشترك، والله جاي اتعب وماكو فايدة، لاكو اشتراكات لاكو مشاهدات لاكو لايكات، اهم شي اللايكات، وتعرفوا لكم كل واحد تعليقين ثلاثة. ترى اليوم حطيت لي ماي، صار لي يمكن 10 ايام ما حاط الهن، يسبحن يعني مو شرب فبيك يسبحن يعني، وطيور يعني تقريبا ربع حصبت بياض والباقي لا، والامطار هاي تشوف حاطين هنا ودان جاي نقلن به للحلات. هاي سبحة الطيور، اليوم فيديو حلو سبح، اليوم نظافة، هاي انت واثق روح اسحب اسبح عفوا سحقتها. راح اسوي لكم فيديو دور مطيار، فيديو افتر بيع البرج مال اشوف المبيض ونفرق. طبعا عندي ابو هاي بالخانة وزوجتون مبيضات 30 بيض، الثانية حجوها بيض رافد عجاي جوا مبيضات. طبعا الطيور صحيح وصحة يعني، شوف انا واصحة من نظيفة. هواي سألتون عن نقش الاحمر، قلتون وين الاحمر راح؟ اذا عندك انت طايرة وطيور حبيبي، الاحمر نقصته من فكيت الطيور، فكيته وياهن ونقص ما رجع وما حد نشره، ويعني بين قوسين راح تغلس يعني، طيور كلها مطاريد وزايفة يعني. وهذا عندي الأسود أريد له طيرة، لو أطلع ما أعرف، إذا ما حصل له طيرة أطلع. وجيب لي الطيرة فحل مقطعة تكون فول، اللي يريد هذا للبيع، هذا الأسود المشتف شايفين مطيارة قوي الطير، فتكفى حل يمكن 7 و8 ما معبر بجنحان 7 و8. طبعا عندي المخالف بيضات لين 3 زواج، وهنا بالوجه تقريبا هم زوجين او 3 بيضات ما شايفين لحد الان، بس الوجبة مع المخالف. طبعا الطوائر عندي اكثر من الفحلة، لان الفحلة نصن نقصر من زافة الوقعات، الطوائر عندي اكثر من الفحلة. يا عيب السبحان وسكتن. ان شاء الله 10 ايام الكل يبيض ان شاء الله. هلا طلع لي وجبه من هذين يعني، وجبه زينه مرتبه ينطلع بيها. طبعا انا جبت طيور بس مو هسه راح اراوكم ياهن، بعدنا على ما رتب البرج ونقل هنا له وراوكم ياهن، طيور مرتبه وحلوه. شلون تسبح؟ المفروض الطيور لازم كل اسبوع تخلي لها ماء يعني قمل او شيء، واني شامبو عندي خلصت اكو شامبو تحطها بالماي تنظف الطير تسوي خبض، تلقونها بالبيطره ما عليها، حتى لو اشرب من عندها ما عليها عاديه. من بعد ما مغاسل سطح ما كان سلنان ذا بعودان للطيور، والطيور هم عايفها على الفلت على مود اريد هاي البيض يعني، ما اريد بيض اشد وبيضه ما اشد، هاي اثنين شده. اكو هواي بتعليقات تقول بيض ناشد، حبيبي عرفت طيورك يعني انت حاصرها ببرج ما طبعا ناشد، بعدها ما صعد الطيرة يجذاك الفحل ينزله وطيرة بيض على الونين، يعني الفحل من يونيمها تشيل بيض، هي تحمل بيض بس ما ملقح، فمن تخليها براحتها على الفلت ياخذن راحتهن ويبيض ويشدن بيضاتهن ان شاء الله. انا عندي طبعا بزوج بهن ما يبيضن، طبعا عندي طيرة كانت ماشد طلعتها بعدها، ما هي دائما بالفيديو بعدها الطيرة، كان بس اطلع منها فراخ تفريختين هالموسم، اطلع الكبار الامهات اللي عندي بنات العام اعمارهم سنة او سنة وثلاث اشهر من اعمارهم، اطلعهم وافجر لنا نفس المخاليف والوجبة تطلع ان شاء الله. اول شي يصير العدد هواي وينمل، هاي تشوفونها جاي تسبح الطيور
شوف البولندي وين لاقيها، ماي نص صبية على الساعة 8 تقريبا. عشان الطير يطلع حلو نضيف كلش. يلا يا بلي تسبح يصعد فوق الشمس، ترى بعد فترة ماكو شميس. واشوف انا هذا الصيف ما يخلص عندنا. شو هسه الجو حار، شهر 11 وبعد يوم انطب شهر 11، يعني يوم 29 بالشهر، ترى ما يصير هيك. بربشات تبربشتني بشوش ما شاء الله. هاي السمحين صاجن تطلع الروح يا صاجن مبلل نظافة يا بش يمسن اريد شان طلع انت خبلا. يعني تقريبا نموزي وما سبحانات قبل فترة سبهتني. شوف شوف هذا اللي يطلع من الجناح البياض، هذا احسن لا تخلونه يبقى بالطير حتى يمر بالطير. شوف الاسود متشتت يسبح، راح ابيعك ما اخليك، جيب لي مخاليف او طيرة فحل اجيب لي ازقهن احسن لي. شوف شوف شلون فاتح جناحي، يا بروح حطوا ماي لطيوركم وما عليكم، حطوا مضافكات الوسخ على اليمن ماي وبلاش. راس سادة هاي متروسة ماي مبللة. ليش نش الطيور؟ طبعا يقولون انتو فرخات اللقاح، لا انصحكم نصيحة واني سيد مجرب ولا تسأل حكيم. انا مجربها الطيور لقاحتها، اللقاح يشتغل بالطير ورا 20 يوم، صح لو خطأ يو 20 يوم 25 يوم اذا يشتغل بالطير، يعني تلقحتها جوا امهاتها عمرها 20 يوم، جينا من 20 يوم عمرها اقل، تلقحتها جوا امهاتها من 15 لل20 عمرها، من تلقحها ياخذ له 20 يوم يشتغل اللقاح فيه، انت من تلقحه ورا 10 ايام راح تعزه عن الموهات يكبر، الله شاهد من يصير موعد موعد تشغيل شغل اللقاح بالطير، الطير يضرب يضرب ويموت ما يبقى. انا مجربها لو تعالجت عالجه ولا علاجات غاليه يلا يصحى ويصحى ويضل بيه خلل طول عمره يبقى اثول من المرض مالته. بنصحكم نصيحه بدون تاخذونها تريدون لا، وطيور لا تلقحها، واذا تريد تنقلها غير برج لا تخليها، لمن طيور تضل تطير بالبرج يلا تنقلها، لازم تنقلها من جوا امهاتها تشيلها بعد استوها تلقط تشوفها تشيلها تنقلها لغير برج على مود ما تضرب. انا عندي كم تك في هنا تقريبا 8 و6 ما ملقحن ما ضربن، الملقحات كلهم ضربن ظلن يضربن عندي 3 مرات الملقحات، فاللي يريد ياخذ النصيحة لا يلقح. اني يصير مجرب الله وكيكم جربت وبعد ما لقح، وريد ياخذ فرخات او يشتري فرخات او يحجز فرخات يكون يقول له بعدين جو ما تنتهي بعدين تسوي لقطه لا تاخذني صغيرا ويدشر مدشرات، لا تاخذها نصحك اخذ استوى طير من جو امهاته ونقل البرجك وعوفه وبهالركبه. يلا عمري انا لهنا وانهي الفيديو، لان الفيديو اليوم ما بيه مطيار كل شيء ما بيه،
الفيديو الجاي راح اسوي لكم تركم على الخانات كلها يا خانات. من الخانات هدي وجدني شتور شتور من شتور ما يشافه بيضاء بني عمل تركم عليها وعلى الحلات. المهم يلا باي عمري.